الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى فضل الحرس في سبيل الله عز وجل. روى المصنف بسنده عن سهل ضلية أنهم صاروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ويوم حنين تعلمون ما حدث فيها، أعجبتهم عنهم شيئا وفروا عن رسول الله جميعا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ولا يتأخر بأبي هو وأمي، فأطنبوا السيرة حتى كان عشية، فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، الله أكبر. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرسد الغنوي: أنا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا ولا نغرن من قبلك، يعني لا تتغافل فيغرونك فتكون ثغرة علينا، ولا نغرن منك من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى، فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله يصلي وهو يتلفت، شوفنا الانشغال في الصلاة بما ينفع للديانة، يتلفت إلى الشعب، لذلك قلنا حتى لو كان ينشغل بمسألة علمية جاز له ذلك، يتلفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم فقال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت على الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت قاضيا حاجة؟ فقال له رسول الله: قد أوجبت، يعني أوجبت الجنة بما فعلت. حفظ ثغر من ثغور الإسلام، وكان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءه. نعم، فلا عليك ألا تعمل بعدها. الله أكبر، يوم رباط في سبيل الله جل وعلا، شوف انظر ماذا حدث. قال: قد أوجبت، يكون الفعل يعني يسيرا في عين العامل، ويكون عند الله جليلا فيستوجب الجنة بذلك. هم صاروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ويوم حنين الذي ذكر الله جل وعلا في كتابه، حنين قريب من مكة، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقيل هو وادٍ، وقيل هو الطائف، وقيل واد بجانب ذي النجاس. في قوله: فأطنبوا السير، أي أسرعوا وبالغوا في السير، حتى كان عشية، نعم، فحضرت صلاة، وصلاة العشية وصلاة الظهر. ثم جاء رجل فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما ذكر من صعوده للجبل، نعم، وأنه رأى هوازن، ورأهم عن بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الكثرة الكثيرة ترعب، والاستعداد وأهبة الاستعداد القوية للقتال ترعب، لكن اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا، تلك غنيمة المسلمين غدا. ثم قال: يعني أحرس هذا الثغر الليلة؟ فقال أنس ابن أبي مرسد الغنوي، قال: أنا يا رسول الله. قال له: فاركب. فركب فرسا له وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: استقبل هذا الشعب، فلما أي هذا الشعب لا يهجم علينا العدو من قبلك على غفلة وحين غرة، فتكون قد أهلكت الأمة، فأوصاه بذلك: لا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج الرسول يصلي، صلى ركعتين، نعم، وقال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، يعني أقيمت صلاة الفرض، أقيمت الصلاة فصلى السنة ثم انتظر، فأقيمت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفرض وهو يلتفت. قال: يتلفت، يعني يلتفت يمينا ويسارا، ينظر أمامه وينظر يمينه وينظر شماله، يريد أن يراه في الشعب جاء أم لا، وكل ذلك لمصلحة المسلمين،
كل هذا كان لمصلحة المسلمين. فلما قضى صلاته أوحى الله إليه وقد أراه ما لم يرى غيره، قال أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعل ننظر إلى خلال الشجر بين الأشجار يعني في الشعب، فإذا هو الفارس قد جاء ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال إني انطلقت من أي من عندكم حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت اطلعت على الشعبين يعني كليهما، فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله نزلت الليلة؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضين حاجة، يعني ما نزلت، بقيت على ما قلت لي أرقو بالقوم وأنظر لي أرصد ذلك، نزلت إلا مصليا يعني كنت مصليا، إلا مصليا وإلا قاضيا الحاجة. قال حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت اطلعت على الشعبين كليهما، فنظرت فلم أرى أحدا من العدو، فقال له رسول الله نزلت أي من الفرس الليلة؟ قال لا، إلا مصليا وقاضيا الحاجة، يعني إلا لصلاة أو قضاء الحاجة. فقال له قد أوجبت الجنة. شوف، يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ثغرا وينظر في القوم ليأتيه بخبرهم، كان مرابطا ليلة واحدة، قال له أوجبت، فلا عليك، لا بأس عليك هل تعمل بعدها تطوعا يعني إلا الواجبات تطوعا، لا عليك، كما في عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن هنا مسألة عظيمة في هذا الباب، مسألة المرابطة ومسألة حفظ الصغور، هي مسألة الصلاة وما يشغل في الصلاة. يعني هو كان يلتفت، مع أن الالتفاتة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها اختلاسة من الشيطان، هذه الالتفاتة اختلاسة من الشيطان، ومع ذلك التفت، والالتفات هذا في مصلحة المسلمين، هذا الالتفات في مصلحة المسلمين أصلا، لأنه كان يريد أن يعلم خبر القوم وينتظر المكلف الفارس، وجاء على فرسه بشر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال له قد أوجبت فلا عليك ألا تضرك ما تعمل بعده، كما قال الله جل في علاه لأهل بدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، وأعظم الثغور حرصا ثغور العلم وتفنيد الشبه والبدع وقطع دابرها وسد الخلل الموجود وارتقاء إلى رد الشبهات، ثم بعد ذلك دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، هذه من أعظم أيضا ما يكون سدا لثغرات المسلمين، ومرابطا أن يكون صاحبه مرابطا في سبيل الله في هذا الباب، نصرة للسنة. الفوائد المستنبطة: حسن القول في حسن التفاؤل، جواز الذكر حين الصلاة أنفع في الصلاة، وجوب ديمومة التقرب بعد الطاعة، لأن سيصير بها لله جل في علاه فينجو بها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.